طاولة مختبر مفيد صارت جاهزة، تنعرف أكثر شو هو اختبار الأسبوع. خلينا نستقبل نانسي اسكندر. مساء الخير نانسي. كيفك؟ ماشي الحال؟ شو في ماشي؟ كل شيء أوكي وأنت؟ جود. شو هنعمل ليلى؟ اليوم حبيت هيك بما انه نحن اسمنا الفقره مختبر مفيد، نعم. حبيت فرجي شوي انه وين نحن بنشوف التفاعل الكيميائي حوالينا بالبيت. أوكي. انه نحن دائما بالبيت بنكون عم نحضر اشياء، بنعمل رياكشن كيميك او كيميكال رياكشنز بلا ما نحس. اول محل بنكون اكثر شيء عم نختبر الساينس بلا ما نعرف هو المطبخ. وبشي كلنا بنعمله بالبيت يلي هو الكيك. نعم. بس كل واحد عم يعمل كيك بيعمل رياكسيون شيميك رسمية. ليه؟ لأنه الكيك تيطلع وتينفخ بده شيء اسمه بيكنج باودر أو خميرة. الخميرة أكثر للعجينة، لعجينة الخبز، لأنه بتبقى أقسى، بتعطي فرمنتيشن، بتعطي غازات أكثر. ما بتطبخ بيان أنت. كل كيك بده بيكنج باودر. رح فرجيكم ليه. إذا جينا نحن حتى هون بيكنج سودا، لأنه شوي بتبين رياكسيون أكثر فيها. لحتى هون بالكيس بيكنج سودا، لحط هون فوقها حيلا نوع من الأسيد، فيكم جربوها بالبيت. خل. تتشوفوا خل. لحط هون خل. لحطها بالكيس ولح ألقط الكيس، علق الكيس بقلب البوكال قبل ما عملتها. Again. فإذا لحطها بالكيس، لح ألقط الكيس هيك، شوفوا كيف الكيس نفخ. بهالطريقة البيكنج باودر والبيكنج سودا بيخلوا الكيك ينفخ، مثل ما هلا الكيس نفخ من وراء التفاعل الكيميائي اللي عم بيصير. ليه؟ شو صار وقت حطينا الأسيد مع البيكنج سودا؟ بتقدر تعرف ليه شو صار؟ ليه نفخ طلع الكيس؟ طلع غاز اكزاكتلي. هيدا الغاز اللي طلعوا، كيف فينا نعرف شو هو؟ إذا أنا جيت حصرت الرياكسيون هون، هالغاز اللي عم يطلع تنعرف شو هو؟ نعم، منولعه. لا، رح نولع الشمع. هيدا الغاز اللي عم يطلع عنده خصوصيات كتير مهضومة. انتو بالكيك بس كونوا عم تعملوا كيك، بس بينحط خل بالكيك؟ لا، ما بينحط خل، بينحط بالانجريديان. ما في شيء اسيد. هو البيكنج باودر، بقلب البيكنج باودر في اسيد، هو كريم دو تارتار، وفي صوديوم بيكربونات. بتحطيهم مع المي بيتفاعلوا مع الحراره، مع بيتفاعلوا. هلا برافو، عامل درسك اليوم. في طريقتين، بس تحطوا المي دغري بيطلع هيدا الغاز مثل ما هلا صار. مشان هيك بتخلطوا دائما الطحين والبيكنج باودر لوحدهم، وكل شيء مي وحليب وجوز لوحدهم، وبتدلقوهم بسرعه، ودغري بتنحط العجينه بالفرن كرمال ما تخسر هالغازات يلي بدهم يساعدوا الكيك. شو رح نشوف هلا بشموع؟ هلا هون هالغاز يلي جمع هون، رح فرجيكم شو بيعمل. هدي اذا بدك هيدا هون بعيد عن الفليم شوي، رح فرجيكم شو بيصير. هلا بتدلق الغاز؟ عم بدلق الغاز. لاحظت؟ اوف، فينا نأكد انه نحنا ما حدا منا نفخ الكاندلز. وطي شوي اكتر. لا، خلينا نقربها هيك اذا بدك. فينا نزيد شوي خل. هي خصائص هيدا الغاز اللي بيطلع انه بيطفي النار. تعرف شو هو؟ غاز كربونيك. الغاز اللي بيطفي النار غاز كربونيك CO2، معروف انه هو بيطفي النار، مشان هيك بيستعملوه بالطفايات. وهو زيته الغاز اللي بيساعد الكيك تبعكم. معلي رح ندلقه هيك. هو زيته. أوف. لاحظتوا الغاز يلي رجع ايدك بس نكزه. حلو كتير. ولا. هو زيته الغاز يلي بيستعمل كرميل تينفخ الكيك تبعك. رح ننتقل له هلا مطرح تاني بتستعملوا كتير رياكسيون شيميك فيها وقتها بتقصوا ايدكم بالبيت. نعم.
وقتها لا سمح الله بالغلط. يعني اذا بالغلط نعم. قصيتوا ايدكم او انجرحتوا بتحطوا شيء اسمه او اوكسجيني او مي الاكسجين. مزبوط. ليه؟ لانه مي الاكسجين رغوة. مزبوط. هيدي الرغوه هي رياكسيون كيميائيه اللي كلنا بنشوفها وما بنعرف شو هي. نعم. هيدي الرغوه اللي بتطلع هو الاكسجين اللي بيفصل عن المي واللي بيطلع معه البكتيريا من الجرح. كيف فينا نشوفها؟ هلا تنقول هيدي المي الاو اوكسجيني مجنون بيفصل هالاكسجين بيفصم هيديك حتى هون خميره البيره. ليه؟ لان خميره البيره بتلعب دور الدم. رح نشوف هون كيف رح تفور بوجود الاو اوكسجيني. هيدا الغاز اللي عم بيطلع هلا هيدا الاكسجين هيدا الاكسجين يلي بيطلع من المي ويلي بيطلع معه البكتيريا. كيف بنعرف انه هيدا اكسجين؟ معروف عن الاكسجين، فاذا قلنا السي او 2 بيطفي النار هيك بيولع اكثر. معروف عن الاكسجين كل فاير بدها تصير هلا انا طفيت النار طلعوا رجعت ولعت بس قربها على رح تجرب انت هلا مبطوله جرب حتى على الببل على الببل ولا ولا ولعت نكست رياكسيون كيميك بنعملها بالبيت كلنا بس ما بتفيد ما بتعملنا جاتو وما بتصحينا الجرح بتضر كتير وعلى اساسها انا حبيت اعمل هيدي الحلقه كتير كتير بلبنان اوقات بس نكون عم ننظف بنخلط مواد التنظيف ببعضها يلي هو شيء كتير كتير خطر أول شيء بيخلطوه دايماً العالم يلي هو المبيض نعم وقتا بيكونوا عم نظفوا الحمامات بيخلطوا المبيض بشيء بينظف كراسي الحمام نعم منظف تبع كراسي الحمام أسد والمبيض ممنوع ينخلط بشيء أسد وحتى ممنوع ينخلط أوقات بيكونوا بتكونوا حاطين شيء تيفتح المجارير مثل درينر كلينر وبتجوا بتدلقوا فوقه مبيض او بليتش بتطلع غازات سامه وممكن تسبب انه تروحوا على المستشفى رح نحط الماسك رح فرجيكم انتو بس تخلطوا نعم اوف لا هلا بعد ما طلعت هي حلو اسالي لي امتى لازم اعمل مسرحيه بس اخلط لك بس ما رح خليك طبعا تتنشقها لانه 1 بي بي ام يعني جزء واحد على المليون اذا تنشقتها بتحس دغري انك اختنقت خاصه انت معك ازم بليز هلا فيك تحط رولك هذه فهمتها بي بي ام لا البي بي ام شو ثاني رولك لا بي بي ام بارت بير مليون نعم بارت بير مليون علق الماسك تبعي اوكي هلا رح زيد هلا لازم هلا رح زيد المبيض ايه وما بقعد اتنفس حط الماسك رح دغري سكر القنينه بس رح فاجيكم تفاعل الغاز اللي مو جيسون جيسون حط الماسك لا خل ثانك يو فور تيكينج كير وين من خاله لجيسون شفت التفاعل يلي صار هيدا غاز الكلورين يلي نحن بنسميه بالعربي الدارج كلور الكلور كتير خطر انكم تتنشقوه لونه اخضر على اصفر اذا لاحظتوا دغري قلبت اخضر على اصفر واذا هلا انا فتحت القنينه يمكن انا وبيير اول شيء بتطلبوا الاسعاف بنروح على الاوبيتال لانه ما بيسوى ابدا تتنشقوه اتركوا كل مواد تنظيف لوحده وما تخلطوهم ببعضهم وانجوي ذا ساينس اراوند بس ما بده يصير شيء ها هي بدك اخنقك لا بدك شكرا كثير نانسي ستاندر عيد حدا يوم للجمهور او منكم لا مش عيد حدا بما انه في كيك يعني بس رح نغني لك هابي بيرثداي لانه من بعد كل اغنيه في بوسه هابي بيرثداي تو يو عبال المية عبال المية بريك جديد ما تروحوا لمحال دغري من بعده منتابع من الاخر